بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في هذا اليوم إن شاء الله حديثنا عن قضية في غاية الأهمية، وهي كيف نستفيد من السيرة النبوية ومن المنهج الاستراتيجي للنبي عليه الصلاة والسلام في تصرفاته وأفعاله الاستراتيجية والسياسية، كيف نستفيد من كل ذلك على الأرض في يومنا هذا، في زماننا هذا الذي نحيا فيه. طبعا أبتدئ بقصتين قصيرتين. الأولى، عندما وقف النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه 10,000 مقاتل، هذا أكبر جيش أو من أكبر الجيوش التي اجتمعت للمسلمين في جزيرة العرب، وقف على أبواب مكة فاتحا. كانت إحدى الفرق العسكرية موكلة لصحابي من الأنصار اللي هو سعد بن عبادة، وكان سعد بن عبادة طبعا من كبار الصحابة الأنصاريين. سعد عندما رأى أبا سفيان قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يذل الله قريشا. هذا ما قاله سعد. طبعا سعد دخل بنفسية الصراع، بنفسية القائد الذي يريد أن يرهب العدو ويريد أن يرسل رسائل إعلامية للعدو يقول له فيها أنه ينبغي عليه أن يستسلم خشية مما قد يحدث له في ذلك اليوم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة فقال: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الحرمة، اليوم يعز الله فيه قريشا. هذا كلام سعد وكلام قائد عسكري في ميدان معركة يرى الصراع صراعا صفريا مع العدو، فإما منتصر أو مهزوم، وهذا ما يراه القادة العسكريون في كل زمان ومكان. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو النبي القائد الذي لا يريد للصراع أن يتحول إلى استئصال، بل يريده أن يتحول إلى تحرر. هو تحرير لقريش وليس إذلالا لقريش، هو إعزاز لمكانتها بين الناس. لذلك قال: اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله فيه قريش. وعزل سعد بن عبادة عن قيادة تلك الفرقة من الجيش، وطبعا عين ابن سعد على تلك الفرقة، أي لم يخرج الأمر عن الأنصار أو ذلك البيت من الأنصار، ولكنه أقام على الناس في ذلك اليوم حجة، وهي أن الصراع في عرف النبي صلى الله عليه وسلم ليس استئصال. الصراع في هذه الحالة هو في الحقيقة تدافع بقصد التحرير والمساواة. ليش؟ أنت تحرر قريش لكي لا تنتقم منها، تحرر قريش لكي تحررها من عبادة أحد إلا الله عز وجل، وبذلك يصبح كل فرد في قريش مساو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن دخل الإسلام فالإسلام يجب ما قبله ويصبح للمسلمين أخا مساويا لهم في الرتبة، مساويا لهم في المكانة، مساويا لهم في الحقوق، مساويا لهم في الواجبات. هذا المفهوم لم تعرفه البشرية من قبل في الصراع بين الأمم، لأن الأمم كانت عندما تتصارع كانت تريد دائما أن تصل إلى لحظة النصر الحازم الحاسم التام، ولحظة النصر هذه لطرف تعني هزيمة منكرة لطرف آخر. وأنا حقيقة أتفكر في مسار التاريخ، وجدت أن هناك معارك كبرى حدثت في الإنسانية غيرت خرائط العالم، كتلك التي فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حربين: الحرب الأولى حرب اليرموك أو معركة اليرموك، وأنا أسميها معركة الأيام الستة. معركة الأيام الستة هذه كانت عام 636 ضد البيزنطيين بقيادة خالد بن الوليد. ثم هناك معركة القادسية وهي معركة الأيام الخمسة ضد القوات الفارسية، وفي كلتا المعركتين حدد المسلمون مرة أخرى معايير جديدة للقتال وللصراع وللحرب. ها
هذه المعايير تقوم ابتداء على التدافع وتحرير الشعوب المضطهدة والمظلومة. لما فتحت الشام وفتحت العراق تم تحرير كل الشعوب التي كانت تقع تحت الاحتلال البيزنطي أو تحت الاحتلال الفارسي في ذلك الوقت، تحررت دينيا، فكان معظمها منتم إلى كنائس مسيحية وبقيت على دينها أكثر من 100 عام بعد الفتح الإسلامي، لكنه أتيح لها أن تعبد وفق معتقدها الكنسي في تلك المرحلة دون ضغط ولا وصاية من أحد، لا سيما أنها في الزمن البيزنطي كانت تكره على عبادة وفق الاعتقادات الأرثوذكسية الملكانية التابعة للقسطنطينية، وكان يعذب أطباع الكنائس الأخرى كالنسطورية وكالقبطية وكالسريانية والأريوسية طبعا. إذن كان هناك تحرير للإنسان، ولذلك عندما دخل أهل الشام في الإسلام ودخل أهل العراق في الإسلام دخلوه عن قناعة وعن حب لا عن إكراه. الدراسات تقول أن المسلمين، أن أهل العراق وأهل الشام لم يسلم غالبيتهم إلا بعد قرن إلى قرن ونصف من الفتح الإسلامي، وهذا عكس ما يقال على أن الإسلام انتصر وانتشر بالسيف. أهل مصر لم يدخلوا الإسلام إلا بعد فترة طويلة من الزمن، قد تصل إلى قرن إلى قرنين عندما دخل غالبيتهم في الإسلام، لأن الإسلام لم يجبرهم على التحول من المسيحية التي كانوا يعتنقونها إلى الإسلام، بل قدم لهم الخيار والحرية. لما تتفكر في الأمم التي غيرت خرائط العالم، ونعود إلى هذه النقطة، نجد على سبيل المثال بأن خرائط العالم غيرتها حروب وصراعات كبيرة. من بين هذه الصراعات الحرب التي تمت صليبية، هو الكلام اللي يقول المستشرقين عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نشر الإسلام بالسيف، وهذا لم يقله المستشرقون فحسب، قاله بابا الفاتيكان السابق في محاضرته المشهورة عندما ذكر بأن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف لأنه يحمل في ذاته بذور العنف. الحروب الصليبية تمت بقيادة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، وتمت بدعم وتحريض مباشر من البابا في ذلك الزمن، وقادت الجيوش الأوروبية باتجاه القدس وباتجاه أرض الشام قيادات كانت تقول أنها تريد باسم الصليب، باسم المسيح، أن تحرر أرض المسيح وتحرر كنيسة القيامة وتعيد تلك الأرض إلى السيادة المسيحية. لكن الذي وقع في هذه الحرب من انتهاكات للإنسان يعجز الوصف عن ذكره. قتل الإنسان، قتلت أمم في طريق هؤلاء الناس، بما في ذلك بالمناسبة المسيحيين الشرقيين الذين كانوا يساهمون مع المسلمين في حرب ضد هذه الجيوش الصليبية. أبيد مدن وقرى، قتل الناس وحرقوا، ذبح الأطفال وشيئا على الفحم، وبقرت بطون النساء، ولم يألوا في الإنسان لا إلا ولا ذمة، وكان كل ذلك باسم الدين. لما حاربت أوروبا 30 عاما في مطلع القرن 17 ضد بعضها البعض في الحرب البروتستانتية الكاثوليكية المعروفة باسم الحروب الدينية، قتل ثلث سكان أوروبا، كل ذلك باسم الصليب وباسم الدين وباسم المسيحية. لما جنكيز خان قرر أن يبني إمبراطوريته المغولية قتل ربع سكان الكرة الأرضية حسب بعض التقديرات. لما أرادت ألمانيا أن تتوسع في محيطها الأوروبي وشنت حربها الأولى ثم بعد ذلك الحرب الثانية، الحرب العالمية الأولى والثانية، قتل فيما بين الأولى والثانية 100 مليون إنسان. لذلك لما تتكلم عن الصراع لا يمكن بحال أن تجد نسبة معقولة ما بين الصراع الذي قاده الغرب وكذلك بعض الشرق كما هو حال المغول مع التدافع الذي قاده النبي صلى الله عليه وسلم أو قاده أصحابه من بعد ذلك. لذلك لا يمكن بحال أن ننظر إلى الفعل الاستراتيجي العسكري للنبي عليه الصلاة والسلام
على أنه صراع من أجل الاحتلال والهيمنة والسيطرة وإذلال الإنسان، بل هو كان فتحاً. ولذلك عبارة الفتح استخدمت في القرآن الكريم مراراً، استخدم الفتح في فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح، واستخدم الفتح في التدافع السياسي في الحديبية، إنا فتحنا لك فتحاً مبينا، ولم يكن هناك سلاح ولا حرب ولا معركة. فالفتح إذن هو الفرصة التي يتيحها المنتصر المسلم للشعوب المضطهدة لكي تتحرر وتختار طوعاً ما الذي تريد أن تفعله، اعتقاداً، سياسة، تمثيلاً، حياة، إلى آخره. لذلك هناك 5-6 مبادئ أريد أن أتحدث إليكم، وأعتقد أن هذه المبادئ جميعها تصلح أن تبدأ كنواة لتأسيس نظرية في التفكير الاستراتيجي للأمة، التفكير الاستراتيجي الواقعي المعاصر. لأني أؤمن أن كل أمة ينبغي أن يكون لها فكرها الاستراتيجي ووعيها الاستراتيجي وتوجهها، كل أمة لها ذلك. لذلك هناك كذبة كبيرة تسمى بعالمية الفكرة الاستراتيجية. الغرب أراد أن يبني عولمة قائمة على الليبرالية، ودول مثل روسيا وأخرى مثل الصين تريد أن تبني إمبراطورياتها وفق منهجها وثقافتها ووعيها التراكمي، ونحن كمسلمين بلادنا ليست إلا ميدان صراع بين الفكر العلماني الليبرالي الغربي وما بين المصالح الأخرى للدول، سواء كانت تلك الدول الصين أو روسيا أو أي تكتلات أخرى. لماذا؟ لأن وعينا الاستراتيجي وقدرتنا على تطبيق ذلك الوعي في الواقع الآن شبه منعدمة. أنا لست رئيس دولة، وأنتم جميعا أعتقد أنكم لستم كذلك، وليست لدينا جيوش، وليست لدينا إمكانات لتنفيذ الذي نقول على الأرض، لكن هناك معركة أهم من ذلك، هي معركة الوعي. إذا لم نتسلح نحن بالوعي ونبدأ بالتفكير ونشر هذه الأفكار بين الناس وتحويلها إلى إجماع للمجتمعات العربية الإسلامية، فإننا سوف نبقى مقيدين بقيود الهزيمة والمذلة، وتصبح أرضنا مرة ثانية ميدانا لصراع دولي جديد. الوعي ضرورة من ضرورات بناء أي إمبراطورية، الوعي ضرورة من ضرورات بناء الحضارة، والوعي ضرورة للبقاء والاستقرار وللازدهار الاقتصادي والسياسي. لذلك أريد أن أشرككم في هذه الأفكار الستة، وهي كما قلت نواة لتفكير استراتيجي بعيد الأمد. والتفكير الاستراتيجي عادة ما يبدأ، النظرية الاستراتيجية تبدأ بمبادئ تحدد طبيعة الذي نريد، وتحدد كذلك الوعي الجمعية الذي نستطيع من خلالها أن نصوغ أفكارنا للمستقبل. الفكرة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس لنا قاعدة. لو فكرت في السيرة النبوية، الآن إحنا حكينا المرة الماضية عن تفاصيل، اليوم أنا بدي أبعد شوي عن التفاصيل وبدي أفكر تفكير يجمع ويلخص ويركز الدروس الكبرى المستفادة استراتيجية من السيرة. الدرس الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتبك مع الواقع في كل حين. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام كان نبياً وكان قائد دولة وكان رئيس جماعة وكان يقود الجيوش وكان يحقق على الأرض إنجازات كبيرة، لكن في كل هذه المراحل كان يشتبك دائماً مع الواقع. بمعنى لم ينعزل، لم ينزوي، لم يكتفي ببناء مجتمع نسك وزهد وعزلة ومحاولة لبناء جزيرة فاضلة أو مدينة أخلاقية بعيدة عن الفوضى والدمار الذي كان يعم الكرة الأرضية. هو نبي مشتبك، هو قائد مشتبك، هو زعيم مشتبك، اشتبك مع الواقع بمبادرات مستمرة ودائمة. وصل إلى المدينة فاشتبك مباشرة مع الواقع في المدينة المنورة، وأسس وحدة جديدة وانطلاقة، حتى عمل ريبراندينج. لما تقول أنت كان اسمها يثرب وسماها المدينة، أراد أن يتخلص من ذلك التاريخ المرير من الصراع، وقدم نموذجا جديدا اسمه المدينة. نموذج المدينة هذا ليس فيه من يثرب القديمة إلا الإنسان الذي يعاد تأهيله، أما التاريخ
وأما القبلية وأما النزاع وأما الصراع فتم إلغاؤه. اشتبك مع الواقع المحلي بأن قدم اتفاقية جديدة للمجتمع وعقدا اجتماعيا تحت مسمى وثيقة المدينة، ثم اشتبك مع القبائل المجاورة بأن أسس تحالفات، ثم اشتبك مع قريش بأن أرسل سرايا لاعتراض قوافل قريش، ثم اشتبك من بعد ذلك سياسيا في الحديبية، ثم اشتبك من بعد ذلك في خيبر، ثم اشتبك مع ومبادراته الكبرى بعدما فتح مكة أنه اشتبك أيضا مع الجبهة الشمالية أي مع الإمبراطورية البيزنطية، وهذه مسألة في غاية الأهمية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتبك سياسيا، اشتبك عسكريا، اشتبك أمنيا، واشتبك كذلك مع المجتمع من أجل أن يبني إجماعا في داخل المدينة المنورة وفي جوارها الأمني وإيلافها الذي تحدثنا عنه في السابق. إذن لا رأي لمن لا يشتبك. الاشتباك ضرورة، لا ما تقول لي أنا مثقف ومفكر وجالس في البيت بس بقرأ وبكتب ما ليش اشتباك مع الواقع. هذا علم لا يسنده عمل، وهذا وعي لا يسير على قدمين، وهذا رضا بالواقع واستسلام للآخرين لكي يصنعوا الواقع من دون أن نكون نحن شركاء فيه. لذلك ما نكتفي لا بالنقد ولا نكتفي فقط بالتفكير السلبي ولا بالتفكير الإيجابي ولا الجلوس في المنازل والبيوت ولا في محاولات إرضاء الذات بكتابة بعض البوستات هنا وهناك. ينبغي أن نشتبك مع الواقع. اشتباكنا مع الواقع يعني أن يخرج الواحد منا من قوقعته التي هو يعيش فيها، أو مجموعته الصغيرة التي يأوي إليها، أو شلته التي يأنس بها، يخرج إلى المجتمع يفعل ما يمكنه أن يفعل. كل منا له سعته، وكل وفق سعته سيحاسبه الله على فعله. ولذلك ينبغي أن نشتبك مع الواقع تماما، وينبغي أن لا نأنس بالعزلة أو أن نأنس بالبعد التام عن تفاصيل الحياة اليومية. هذه سيرة نبينا الذي عاش في 10 سنوات في المدينة، والذي نظم في السنوات العشر ما لا يقل عن 87 سرية وغزوة وبعثة عسكرية. 87 في 10 سنوات لرجل عندما وصل المدينة كان قد تجاوز سنه 52 سنة، ومع هذا همته بقيت عالية إلى آخر يوم في حياته. هذا رجل اشتبك مع الواقع، هذا زعيم وقائد لم تصنع في عقله النظريات المجردة، ولم ينتج الرؤى الفلسفية المنبتة عن الواقع، إنما كان كل قول وكل فعل يقوله النبي أو يفعله ينسجم انسجاما تاما مع منهج واحد. فالفعل هو الذي يضع من المنهج ومن الفكرة ومن الفلسفة، يضع لها قيمة ويرفع لها سهما ويجعلها فاعلة في الحقيقة. لذلك كلامه مؤثر لأنه مشتبك مع الواقع، وليس منعزلا في كهف بعيد أو متحنث في غار حراء، أو أنه يحاول فقط أن يؤسس تجربة روحية إنسانية بعيدة عن تغيير واقع الحياة الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي. النقطة الثانية كما قلت لكم، التدافع عكس الصراع، لأن التدافع هو تباغت ومحاولة لإقناع الخصم بأن يتحرر من الانتماء لأي فكرة تقيد عقله أو تقيد روحه أو تسلبه الإرادة بأن يتعبد أحدا غير الله سبحانه، لأن كل من يتعبد غير الله سبحانه إنما يقع في إشكالية التنازل عن حريته، لأن العبادة عبادة الله وحده من دون وسيط ولا شريك إنما هي تحرر تام، لأنك تضع نفسك كإنسان في صلة مباشرة مع الخالق، وهذا تكريم ليس من بعده تكريم. أما الصراع بقصد الاستئصال والإبادة وبقصد التدمير فهذا عرفة الأمم كلها، لكن المسلمين دائما يعتبرونه خروجا عن المنهج النبوي الذي خطه لنا. برأيكم كم قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم قتل من المشركين
في معاركه المختلفة. عندما نسمع أن الرسول نشر الإسلام بالسيف، الذين قتلوا لا يتجاوز عددهم أكثر من 100 بني آدم، يعني في كل المعارك هذه 100-120 شخص قتل من المشركين، وربما عدد أقل من ذلك أو أكثر قليلا من المسلمين. بالتالي نحن لا نتكلم عن حروب دموية. لم يكن القتل قصد منه هو معاقبة الإنسان بتدمير وجوده واستصغاره وأهانته، لم يكن هذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاركه، إنما كان القصد أن يلجئ هذه القبائل ويلجئ هذه المدن أو القرى لكي تتحرر وكي تتبعه وتتساوى مع بقية المسلمين وتتحرر. ولذلك ما أن فتح مكة حتى عين عليها أميرا عتاب بن أسيد أو أسيد بن عهد، وكان رجلا في الحقيقة من أسلم في يوم الفتح. لم يأتي بأحد الصحابة القدماء ويقول والله أنتوا يا جماعة أنا مش مؤمن أنه أنتوا الآن إسلامكم 100% صحيح، بدي أجيبكم واحد محترم يقودكم عبين ما نتأكد ونفتش عليكم نعرف أنه دينكم أصبح مليح. أبدا، عين على مكة واحدا من أهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خالد بن الوليد مسلما بعد 3 أشهر، كان خالد بن الوليد قد أعطي أعلى رتبة في العسكرية الإسلامية، سيف الله وسيف رسوله، هذا رتبة لم يعطها أحد إلا خالد، وخالد كان قد أعطي هذه الرتبة بعد مؤتة، ومؤتة وقعت بعد 3 أشهر فقط من إسلام خالد. ربما خالد في ذلك اليوم بعض الصحابة لم يكونوا ينظروا إليه بعد على أن الإسلام قد استقر في نفسه، وأنه قد أصبح حافظا للنصوص، وأنه قد أصبح متعبدا زاهدا كبقية الصحابة الذين عاشوا مع النبي عقدا من الزمن قبل خالد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى المستقبل، ولكن وأعطى الإنسان فرصة إن تحرر أن ينطلق إلى الأمام. ثم بعد معركة خالد جاءت أيضا بعثة وسرية أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بعد مؤتة، ذات السلاسل، كانت بقيادة عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص قد مضى على إسلامه كذلك 4 أشهر أو 5 فقط. فبالتالي هذا التحرر أعطى الإنسان قدرا عاليا من المساواة، لم يعطي الصحابة طبقية ما، ولم يميز أحدا على أحد إلا بقدراته. لما أرادها أبو ذر الغفاري وأراد الإمارة، وكان أبو ذر من أوائل الذين أسلموا وهو من قبيلة محترمة اسمها غفار، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وعمل بها بحقها. وأنت يا أبو ذر ضعيف، أنت ضعيف، أنت خير لك ألا تقدم على هذا الفعل السياسي، لأنه يحتاج رجلا قويا. فلذلك كان يقدم صاحب المسؤولية. فهذا تحرير للإنسان من كل القيود، قيود النسب، قيود القبيلة، قيود العرق، قيود الأصل. سلمان الفارسي الذي اقترح أكبر اقتراح أنقذ المدينة من الأحزاب في معركة الخندق، لما قال يا جماعة نحفر خندق، هذا سلمان كان عبد حرر، ما قام حد من الصحابة قال يا سلمان أنت أصلا بصح لكش تجلس في مجلس الشورى تبع النبي، ولا مؤاخذ عدم مؤاخذ البارح أنت كنت عبد تباع وتشترى في الأسواق، واليوم قاعد بتقدم آراء للقائد العام بحضور أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة. لكن الجميع سمعوا لما قال هذا الرجل الذي كان قد جاءهم من خارج جزيرة العرب بفكرة ورأي جديد، واقتنعوا به وعملوا به، وكان له فعل رائع في إنقاذ المدينة من الأحزاب الذين تحوطوا من حولها. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث، وهذه نقطة بدي رأيكم فيها ويا ريت نتفاعل عليها مستقبلا، لأنه أنا أعطيت هذا الاسم وما زلت أفكر فيه. يا إخوان، أي استراتيجية في الدنيا نبنيها على الجغرافيا، ونبنيها كذلك على الوعي الجمعي. الجغرافيا التي فعل النبي فيها فعله الاستراتيجي خاصة، وهذه عبارة أريدكم أن تفكروا بها قليلا. الجغرافيا عادة الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والأرض كلها يعني ملك الله عز وجل، والأرض ليس فيها إلا مناطق قليلة تم تكريمها
جغرافيا، مناطق جغرافية تم تكريمها وتمييزها عن غيرها من البلدان. ميز الله تعالى مكة والمدينة والبيت المقدس، هذه في غاية الأهمية، انتبهوا لهذا. في مكة كانت حرما والله سبحانه وتعالى حرمها، فبالتالي هي أرض محرمة. وفي المدينة المنورة كانت امتدادا لتلك الأرض، فكان لها حرمها وكان لها مسجدها، وقال لنا رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ثم جاء الحديث عن المسجد الأقصى، فالله تعالى في سورة الإسراء ذكر أن هذه الجغرافيا المحيطة بالمسجد الأقصى هي جغرافيا مباركة التي باركنا حولها. الله سبحانه وتعالى بارك حول المسجد الأقصى، فجغرافيا المسجد الأقصى مباركة. الأرض التي تحيط بمكة وبالمدينة فيها حرمة، أي أرض محرمة، وفيها قدسية، فهي أرض مقدسة. فالمجال الاستراتيجي من الحجاز إلى الشام هذا مجال ذو خصوصية جغرافية في الوعي الإسلامي، وهذا بقي طوال التاريخ المحور والقلب للعالم الإسلامي. هذا القلب الذي حافظ ل1300 سنة على إنجاز علمي واستراتيجي وروحي. مكة كانت قبلة روحية وقبلة عبادة دائما ومقصدا للحج، وبيت المقدس والأرض المحيطة به أي الشام وما جوارها كانت دائما هي المعيار الذي إن تم انتهاكه تضعف الأمة، وإذا تم الانتصار فيه تقوى الأمة. لم يكن لدينا مرحلة من المراحل هذه المنطقة بيد العدو وكانت الأمة فيه قوية. دائما هذا القلب إن ضعف ضعفت الأمة، وإن قوية قويت الأمة. ولذلك أردت أن أميز هذه الجغرافيا في نظرية استراتيجية للأمة الإسلامية، تمييزا يقول فيه إن النطاق الجغرافي الممتد من الحجاز إلى الشام هو نطاق مبارك ومقدس، وهو جغرافيا خاصة تحتاج الأمة دوما في أي استراتيجية عسكرية سياسية مستقبلية أن تضع ذلك في الاعتبار. حماية هذا المجال الحيوي هو حماية لأطراف الأمة جميعا، لأنها القلب الذي إن ضعف ضعف البدن جميعا واهتز وأصابته الأسقام. ومن هنا أريد أن أخرج بمصطلح الجغرافيا المباركة، البعض سماه الجغرافيا المقدسة، لكني أقول أن أكثر ما استخدم في هذا الأمر هي البركة. ولما بارك الله تعالى حول الأقصى لم يذكر لنا حدودا، بمعنى أن الحرم لديه حدود ما محددة، حرم البيت الحرام وحرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وله أماكن معروفة. ولكن في بيت المقدس أطلقت البركة إطلاقا يجعل من هذه المنطقة في نفوس المسلمين يجعل لها مكانة خاصة. وأنا برأيي ما فيش بني آدم بدني استراتيجية مستقبلية بدون ما يكون يأخذ بالاعتبار الجغرافيا، والجغرافيا العالم الإسلامي كل أرض مسلمة هي جغرافيا فيها بركة وفيها خير وينبغي الدفاع عنها. ولكن هناك أرض ميزت في القرآن الكريم لسبب أنا بتقديري وجيه، وسبب استراتيجي وسبب عملي، مش فقط من أجل أن يكون بوصلة روحية، من أجل كذلك أن يكون بوصلة استراتيجية. فأرجو أن تأخذوا هذا بالاعتبار. إذن هناك جغرافيا مباركة. العنصر الثاني في بناء الاستراتيجية هو التاريخ. التاريخ ما هو التاريخ؟ التاريخ هو ذلك الوعي الجمعي الذي استقر في نفوس الناس والذي ميزهم عن غيرهم. لذلك التاريخ تاريخ الأمة، تاريخ أي أمة، تاريخ روسيا، تاريخ أمريكا، تاريخ الصين. التاريخ هو النبع الذي تشكلت فيه مجموعة من المواقف، مجموعة من التصرفات، مجموعة من الذكريات التراكمية، مجموعة من الانتصارات، مجموعة من الهزائم، التجارب الإنسانية وصولا إلى اللحظة المعاصرة. لذلك التاريخ هو كائن حي ينمو مع الزمن،
ليس أحداثا قد ماتت، وإنما أحداث قد وقعت في الماضي ولا تزال تداعياتها السياسية أو الاستراتيجية أو الاقتصادية أو النفسية حاضرة في زمننا. لذلك نستدعي التاريخ في لحظات الارتباك الكبرى للأمم. نحن لدينا على سبيل المثال صلاح الدين الأيوبي، كلنا نستدعي صلاح الدين الأيوبي عندما ننظر إلى بيت المقدس على سبيل المثال، نستدعي خالد بن الوليد عندما ننظر إلى انكساراتنا وهزائمنا، نستدعي عمر بن الخطاب عندما ننظر إلى عجز زعمائنا وإلى ظلمهم وبطشهم بالعباد. التاريخ إذن هو الركيزة والركن الذي يتشكل منه الوعي الجمعي. لكن هناك ميزة في التاريخ الإسلامي تميزه عن غيره من التواريخ، ومرة ثانية تحملوني لأني أعتقد أن هذه نقطة جوهرية. للصين تاريخها، واليوم الصين لما تتصرف بغض النظر النظام اللي بيحكم الصين شيوعي ولا إمبراطوري، بالنهاية يستدعي تاريخ الصين. تعريف الدولة الصينية لذاتها قائم على مفهوم تاريخي، تعريف روسيا المعاصرة لذاتها قائم على نموذج تاريخي. بوتين يستدعي الإسكندر بيتر الأول، بيتر ذا جريت، عندما يتحدث عن الواقع الحالي. يستدعي كاثرين الإمبراطورة وهي عاشت طبعا في القرن الثامن عشر. يستدعي ستالين أحيانا وهو شيوعي، وبوتين ليس شيوعيا، لكنه هذا جزء من التاريخ والعقلية التراكمية للمجتمع الروسي. فلما يدخل أوكرانيا على سبيل المثال يستدعي التاريخ لكي يفسر الحاضر والواقع. إذن التاريخ هو الذي يشكل الوعي الجمعي والهوية القومية أو هوية الأمة التي تتميز فيها عن غيرها من الأمم. بالنسبة للمسلمين لاحظوا شيء مهم، تعريف الأمة في الإسلام لا مثيل له على الإطلاق بين الأمم. ليش؟ الأمة الروسية ذات شخصية اعتبارية معروفة محددة في جغرافيا معينة وفي عرقيات معينة. الأمة الصينية عرقيات معينة في جغرافيا معينة وهكذا. لذلك الدولة القومية التي قامت في الغرب لما تقول الألمان الفرنسيين دولة قومية، الألمان دولة قومية، البريطانيون أمة قومية، لكن لما تأتي إلى العالم الإسلامي كلمة الأمة لا تعني بالضرورة ذلك التفسير أو الوصف الدقيق لفكرة الأمة بالثقافة الليبرالية الغربية أو بالثقافة غير الليبرالية. لذلك هناك مصطلح أريد منكم أن تدرسوه كذلك وأن نتحاور حوله. هذا المصطلح أسميه بالتاريخ الرسالي. الوعي الجمع الرسالي والتاريخ الرسالي معناهما ما يلي. أولا، نحن أمة لم ترى في نفسها قوما على الإطلاق. نحن لما نقول أمة الإسلامية لا نقصد قوما كالألمان ينتمون إلى العرق الآري أو كالبريطانيين ينتمون إلى أعراق معينة محددة، أو في الصين صينيين، أو في اليابان يابانيين. نحن لسنا أمة قومية بمعنى العرق، ولسنا أمة قومية بمعنى الجغرافيا المحددة فقط، إنما نحن أمة وارثة للرسالة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءنا ما قال أنا ترى بدي أسس منكم أمة من الصفر، قال أنتم كغيركم من الأمم التي أرسلت من قبلها رسالات ترثون عن هذه الرسالات كتبهم، ترثون أنهم كانوا مسلمين، وأن الله تعالى وصف لنا كل الأنبياء الذين أرسلهم وصفهم بالقرآن 24 نبي كلهم وصفوا بأنهم كانوا مسلمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما جاء على ذات المنهج والرسالة يحييها يتممها يكملها يحدثها يجددها يطورها لكنه لا يبتدعها. فما جاء به من إسلام ليس بدعة من القول، إنما هو ذلك الخط الذهبي المتصل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أتباع الرسالات أي الوارثين لهذه الرسالات. فالتاريخ بالنسبة لنا قديم ممتد، هو التاريخ الذي جاء به نوح عليه السلام ونحن ورثته، هو التاريخ الذي جاء به إبراهيم ونحن ورثته، هو التاريخ الذي جاء به عيسى عليه السلام وقبله موسى وغيره من الأنبياء. فلذلك المشروع التاريخي الإسلامي اللي بدك تبني عليه فكرة الاستراتيجية لازم يأخذ بالاعتبار فكرة الرسالة، هذه مهمة جدا. لا وجود لنا من غير رسالة. لذلك الرسالة والأرض، الأرض المباركة
والتاريخ الرسالي يميزاننا، يميزان هذه الأمة عن غيرهما من الأمم. نحن أناس نرتبط بأرض ذات قدسية، قبلتنا مقدسة، قبلتنا الأولى المسجد الأقصى مباركة، وقبلتنا الثانية المقدسة اللي هي مكة المكرمة، وهذه جميعا مميزة جغرافيا. ثم تأتي الإطار الأوسع، هي هذه المساحة الكبيرة من جزيرة العرب، المساحة الطبيعية التي تبدأ من عدن جنوبا وتنتهي إلى حدود جبال زاغروس وإلى شمال سوريا، هذه جزيرة العرب الطبيعية، هذه أيضا مميزة كلها. لماذا؟ لأنها أرض الرسالة. فكل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم إنما كانت ميادين رسالتهم في هذه المناطق التي نتحدث عنها. لذلك نحن ورثنا الجغرافيا، ولكننا ورثنا كذلك التاريخ، وتاريخنا ينبغي أن يكون رساليا حتى نستطيع أن نكمل المشوار، وإلا سنتحول إلى مجموعات صغيرة لا قيمة لها في ميزان الأمم. النقطة الثالثة، النقطة الخامسة في هذا الموضوع هي الزمن المتعدي لحياة الفرد. هناك قضية دائما القادة العظام اللي بيأسسوا حضارات بيعيشوا حياة معينة وبيحاولوا في خلال حياتهم ينجزوا أشياء مهمة. لذلك نقول إسكندر المقدوني في 10 سنين فتح الدنيا، بس في 10 بعد ما مات انتهى الموضوع. الجنكيز خان فعل نفس الشيء، داريوس الأكبر الفارسي فعل نفس الشيء، شارلمان وحد أوروبا في لحظة ما وبعد موته تفككت أوروبا وأصبح في إشكالية، لكننا نعتبر شارلمان أبو أوروبا، نعتبر الإسكندر المقدوني قائدا يونانيا هائلا عظيما يسمى الإسكندر الأكبر، نعتبر داريوس يسميه داريوس الأكبر، كاثرين الروسية كاثرين الكبرى أو The Great، كلمة The Great هذه تعطى لكل الفاتحين، نابليون الآن يعطونه اسم The Great أيضا اللي استطاع أن يوحد أوروبا. المشترك بين كل هؤلاء أنهم غيروا التواريخ، غيروا الجغرافيا، بمعنى أنهم غيروا خرائط العالم وأعطيوا كلمة The Great. وبالمناسبة معظمهم ارتكبوا من الجرائم ما لا عد له ولا حصر، ولكن الغرب بعقليته يحب القوة ويحترم القوي. حتى جنكيز خان اللي هو وأحفاده قتلوا ربع البشرية على الأقل، محترمين إلى حد كبير لما تقرأ عنهم لأنه انتصروا، فالمنتصر عند الغرب محترم وإن كان قد ارتكب من المذابح والقتل والدمار مرتكب، فيمكن أن يغفر له ذلك في سبيل أنه حقق الانتصار. لكن لدينا شيء آخر مهم، نحن قوم لا نؤمن أن الفرد فعله ينتهي بوفاته أو يبدأ بميلاده، نحن أمة تؤمن بالزمن المتعدي للفرد. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن تفتح المدائن وقبل أن تفتح بصر الشام وقبل أن تفتح بلاد الشام، ولكنه كان يتحدث لأصحابه عن أنكم سوف تفتحون وقد فعلوا، لكن هذا القائد هو الذي أسس هذا المشروع، مشروع الفتح. بعرفنا كمسلمين حياة الفرد لا تنتهي بموته، بل تستمر بعد ذلك في دار أخرى، لذلك يرث فعله قوم آخرون إن ساروا على الدرب وإن وصلوا إلى النتيجة وأثمر فعل المرء الذي مات شيئا جديدا يؤجر عليه في دار الآخرة ونسميه صدقة جارية. وهذا زمن متعد، لا أمة من الأمم تؤمن بمثل هذا الشيء. أنت إن مت وكنت قد زرعت بذرة وهذه البذرة أثمرت بعد موتك، فهذه الثمرة لك منها نصيب في دار البقاء، وهذا شيء عجيب جدا. هذا شو دخل هذا بالاستراتيجية؟ أنا بقول لك شو دخل في الاستراتيجية. إحنا في الاستراتيجية أحيانا بنقول إن الاستراتيجية في النهاية هي نظرية لتحقيق مصالح للأمة يقوم بها قادة، القادة لازم يؤمنوا بها، ونفسية القائد مهمة جدا في تطبيق الاستراتيجية. فتجد إحنا في عنا علوم اسمها سايكولوجيا القيادة، أحيانا تجد قائد متعجل يريد أن ينجز قبل موته شيئا حتى يخلده التاريخ وتنصب له من بعد ذلك التماثيل ويصبح في عداد الإسكندر المقدوني وخلافه. بالمناسبة هذا الإسكندر عمل مشكلة في التاريخ الغربي، لأنه كل بني آدم أجى بعد الإسكندر كان بده يصير زي الإسكندر. قيصر روما أراد أن يصبح مثل الإسكندر المقدوني، بالمناسبة دخل مصر بسبب ذلك. من بعده جاء على سبيل المثال نابليون بونابرت، ذهب إلى مصر بالمناسبة وزار قبر الإسكندر، ما بعرف إذا فعلا كان قبر الإسكندر في الإسكندرية، ووقف عنده وحياه ما إلى ذلك، ورأى في ذلك قدوة ينبغي أن تتحقق.
ثم بعد ذلك جاء كل زعماء مثل شارلمان وخلافه، دائما كانت فكرة الإسكندر مهيمنة على العقل الغربي، أن كل واحد بده يصير الإسكندر المقدوني، لكن كل ذلك مرتبط بمجد شخصي. أما المجد الدائم فهو الذي تورثه لغيرك من حولك، ثم من يأتي من بعدك ويسيرون على الطريق. هذا يعطيك التالي، يعطيك استرخاء وراحة نفسية، لأنك لست تحت ضغط ينبغي أن أنجز قبل أن أموت، وأنني إن لم أفعل ذلك فأنا قد حرمت من أن أحقق لنفسي ليجاسي أو مجد عظيم جدا. لذلك نحن قوم صبورون، وهذا يأتي معه الصبر الاستراتيجي. هذه الأمة صبورة لأنها تؤمن بأن العمل إن أثمر اليوم أو غدا ما في مشكلة. اليوم إحنا نحكي عن فلسطين على سبيل المثال، في ناس مستعجلين بدنا نحل مشكلة فلسطين الليلة. ليش؟ لأنه والله أنا كبرت في السن بدي أموت. وفي ناس بقول لك يا أخي هذا صراع ينبغي أن يكون طويل الأمد حتى يتحقق فيه الحق كاملا ولا نقبل به بأنصاف الحلول فيه. ليش؟ لأنه إحنا والله حتى لو متنا مش مشكلة، أبنائنا سيكملوا المسير وإخواننا سيكملون المسير وسيكون لنا فيه فائدة وخير. إذا مفهوم الزمن المتعدي والبقاء، بقاء الحياة بعد الموت من خلال الدار الآخرة، هذا مفهوم في الحقيقة له انعكاس على نفسية القائد، وله انعكاس على نفسية الشعوب الذين يضحون أيضا، لأنه أنت من دون ما يكون لك مفهوم لزمن متعد تكون حياتك هي المبتدأ والمنتهى. ففي كثير من الأحيان هذا يدفعك للتنازل، يدفعك للهزيمة، يدفعك للرضا بالأمر الواقع، يدفعك للقبول بالهوان. فهذه فكرة جوهرية ينبغي أن تزرع في أذهان أولئك الذين يصنعون نظرية للمستقبل. النقطة السادسة، وهذه مسألة أسميتها الإجماع الرشيد. إيش الإجماع الرشيد يا إخوان؟ ليست هناك أمة، لا يمكن أن يكون هناك أمة لا سياسية ولا حضارية من دون أن يكون لديها شيء ما من الإجماع. إحنا بنقول بريطانيا على سبيل المثال، بريطانيا دولة أمة، والأمة البريطانية لديها أفكار تجمع عليها، لديها مجموعة من القواعد والنظم والمقولات التي تجمع لها، لا يغيرها تشكل الحكومات. أجت حكومة محافظين، أجت حكومة عمال، هناك مصلحة أم قومي تحددها أولويات الدولة البريطانية، وتحددها الجغرافيا البريطانية والوعي الجمعي الشعبي البريطاني، ولا يمكن لأي قائد أو رئيس وزراء أن يخرج عنها، وإن فعل يصبح منبوذا أو خائنا ويمكن أن يعزل. روسيا لديها فكر جمعي ورأي جمعي وعقل جمعي، ولديها كذلك إجماع على مجموعة من القيم والمفاهيم التي تحارب من أجله. هذا الإجماع لم يتحقق لأية أمة لا تستطيع أن تبني لنفسها مكانا بين الأمم. النبي عليه الصلاة والسلام أسس إجماعا، لكن الإجماع الذي أسسه لم يكن إجماعا قبليا أو عرقيا أو قوميا أبدا، أو جهويا أو مذهبيا، كان إجماع على مجموعة من القيم والمبادئ خلصت الإنسان من الانتماءات الفردية وإن بقيت، لكنه وظف هذه، وظف القبيلة لخدمة الإجماع على القيم الكبرى، وظف كذلك الانتماء إلى منطقة ما من أجل أن يجمع المنطقة على القيم الكبرى. إذن هو قدم الإجماع فيما فوق الهويات الفرعية. ممكن أن تصبح أنت أردني أو فلسطيني أو عراقي أو سوري أو إيش ما بدك، ممكن تكون عربي أو كردي أو أمازيغي، لكن ذلك لا يتعارض على الإطلاق مع إجماع أعلى، إجماع أوسع يجمعك مع كل هؤلاء، مع أن تبقى أنت بتحب تشرب بطريقة القهوة بطريقة معينة، بتحب تأكل الطعام بطريقة معينة، بتحب تغني في العرس بطريقة معينة، يكون عندك ثقافة خاصة بيك، حتى لغة خاصة بيك، هذا شيء ما في أي مشكلة. لكن الإجماع الذي أقصده هو إجماع حول قيم استراتيجية تصلح أن تتمحور الأمة من حولها. في حالنا نحن لابد لنا من أن نؤسس مثل هذا الإجماع، وأن لا يكون هذا الإجماع لا قوميا، بمعنى أنه إجماع قائم فقط على العروبة أو الكرد على الأكراد أو الأمازيغ على الأمازيغ أو الترك أو الفرس أو إلى آخره، وإنما يكون إجماعا على أن هذه الأمة بقيميتها ورسالتها ينبغي أن تكون صالحة وفاعلة من أجل أن تتبوأ مكانها على الطاولة الدولية، نجلس مع الدول في العالم ونتكلم مع البشر ويكون لنا منهجنا. وهذا المنهج الذي سنقدمه هو في الحقيقة منهج منزرع فينا لكنه إنساني أيضا،
لأنه قاعد بقدم للآخرين اقتراحات ورؤى وتصورات جديدة للإنسانية التي الآن تعاني من حالة فراغ مادي ومن حالة إشكالات معقدة في المناهج التي حكمت في 200-300 سنة الماضية. كنت قد التقيت قبل فترة من الزمن بأحد الفلاسفة الكنديين، وكان بيننا حوار، فقال مقولة يومها، قال أن في كل 200-300 سنة تأتي فكرة كبرى تغير من العقلية العالمية. فبقول الفكرة الليبرالية على سبيل المثال وما بعد التنوير الأوروبي قد استهلكت ووصلت إلى نهاياتها وقدمت للبشرية إنجازات لكنها ليست قادرة على الاستمرار، فلا بد من ميلاد فكرة جديدة. فقلت له في يومها: ما الذي تأمله أن يصبح؟ يعني إيش أنت بتفكر؟ شو وين الفكرة هذه تيجي من وين؟ قال لي: هذه ينبغي أن تأتي من عندكم. قلت: ليش؟ من العالم الإسلامي. قال لي: لأنه أنتم عندكم مفهوم إنساني عام غير موجود عند الحضارات الأخرى. لو بدي أقول لك من الصين، الصين عندها مفهوم صيني، وهذا المفهوم الصيني صيني جدا لدرجة أنه لا يستطيع أن يعولم، والمفهوم الروسي روسي جدا لا يستطيع أن يعولم، وكثير من أمم العالم لديها مفاهيم لما ينبغي عليه أن يكون الحق والصواب والأمن والاقتصاد والثقافة والفلسفة، لكن مفهومكم أنتم فيه إنسانية أعلى، وهو مفتوح، وهو فوق قومي، وهو فوق جهوي، وهو فوق مذهبي، بل هو فوق ديني، لأنه أنتم تستوعبوا الأديان. فأنا حقيقة دهشت، لأنه الرجل لم يكن مسلما، لكني بدأت من يومها أفكر في هذا الموضوع. وجودنا على الطاولة الدولية هذه التي أتكلم عنها هو ليس بس مشان نحفظ على مصالحنا إحنا ونأسس لأنفسنا إنجازات حقيقية على الأرض فقط، وإنما أيضا لكي نقدم ونساهم مع الإنسانية جمعاء في منهج يمكن أن يؤسس لشيء جديد. لأنه مش ممكن أني أنقذ العالم الإسلامي بينما بقية العالم ينهار، لأنه تشاهد الدنيا كيف كلها داخل بعض. يعني اليوم حرب نووية في مكان ما بتدمر علينا كلنا، فيش حدا بيستطيع يقول أنا ماليش علاقة. إذا بكرة في عندك تغير مناخي، تدمير للكرة الأرضية، بغير علينا كلنا. نحن وجودنا على الطاولة ضمانة للإنسانية وللكرة الأرضية وللبشرية جمعاء أنه تصبح تصل إلى درجة الرشاد. فالإجماع الرشيد الذي أقصده في عالمنا الإسلامي هو ما يشبه الديمقراطية المعاصرة اللي احنا بنسميها الشورى، ولكنها مع انفتاح واسع قيمي. بمعنى الشورى النبي عليه الصلاة والسلام استخدمها بشكل غير مسبوق في التاريخ. يعني احنا زمان كان في عندنا سنت في روما، وكان في عندنا برلمان في أثينا قبل السنت هذا، لكنه كان مقتصر على النبلاء، مقتصر على السادة، بينما العبيد لا قيمة لهم. دار الندوة كانت سنت أشبه ما يكون بالبرلمان، لكنها كانت مقتصرة على شيوخ القبائل بطون قريش. الرسول عليه الصلاة والسلام فتح المسجد وقال: أشيروا علي أيها الناس، فكان يشير عليه سلمان الفارسي العبد الذي قد حرر، يشير عليه أبو بكر الصديق، يشير عليه عمر الخطاب، وأحيانا يؤخذ بقول سلمان ولا يؤخذ بقول أبي بكر أو عمر أو سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ على أهميتهم جميعا وقدرهم العالي في المجتمعات المسلمة وبين أفراد قبائلهم أو حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مفهوم في الشورى لم تسبق له البشرية، هذا مفهوم في الديمقراطية لم تسبق له البشرية من قبل. لذلك أسميه الإجماع الرشيد، وهو إجماع قائم على حوار ذكي بين المجتمع يؤدي إلى الوصول إلى ممثلين ذوي طبيعة أخلاقية حقيقية يتقدم نحو الأمام لقيادة الناس، سواء كان في مجلس شورى أو برلمان، سميه ما تشاء، لا مشاحة في الاصطلاح، لا أريد أن أدخل في مثل ذلك، لكن لا يمكن أن أوصل إلى سدة القرار أناس لديهم مصالح ذاتية بعيدة عن القيم الأخلاقية الرسالية التي تكلمنا عنها. فكل من سيصل هناك ينبغي أن يمثل أمته ومجتمعه تمثيلا نزيها، وهذا لا يضمنه إلا الناس، لأنه بعرفنا الإسلامي الأمة هي مستودع الحق، الأمة هي مستودع الحق، ليست السلطة، ليست الدولة كما هو الحال في معظم دول العالم، ليست النخبة، ليست كذلك النخبة الاقتصادية التي تملك المليارات هنا وهناك. اليوم الديمقراطية تسيرها النخبة، النخبة الاقتصادية، النخبة التقنية، النخبة التي تتحكم بمآلات الأمور. لكن في عالمنا المسلم كان العبد والسيد يجلسان جميعا أمام القائد لكي يتساويان في الشورى وفي الرأي،
هذا يعطيك مؤشر أنه في زمننا المعاصر ينبغي أن يكون رأي الناس محترماً مقدراً، وأن يكون الحوار قيمياً رسالياً يؤدي إلى مشروعات سياسية. مشروع السياسي الإسلامي إذا بدك تبنيه يوم من الأيام بده يبنى على ما هو أعلى من الديمقراطية. نحن نقول بأن الديمقراطية بأن إياها جيد، لكن الديمقراطية التي نريدها ديمقراطية أخلاقية يصل المرء فيها إلى سدة القرار لأنه ذو رسالة اقتنع الناس فيه، وهذا يعني حوارا مجتمعيا يسنده إعلام نزيه قادر على نقل الأمور كما هي حتى يتبصر الناس بحقائق الأمور، وأيضا شفافية من قبل السلطة لكي تعطي الناس الرأي الحقيقي حول الذي يدور. ما بصير إنه إحنا نحتكر المعلومة بعدين كل الناس روح انتخبوا مشان إيش؟ طب أنا مش داري كيف بدي أتصرف، لا أنا فهم كيف الاقتصاد أنت قاعد بتتصرف فيه، ولا العلاقات الاستراتيجية، وثلاث أرباع كل اللي بنشتغله أسرار والغاز، وكيف المجتمع عدم مؤاخذة بده يفهم ووصل الناس للبرلمانات وهذول الناس بدهم يتخذوا قرارات، ما إحنا مش داريين كيف نختار. فبالتالي بصير نختار ابن عمي وابن قبيلتي وقريبي وجاري، وهذا ليس الاختيار الرشيد، هذا ليس الاختيار الذي يوصل إلى إجماع رشيد. الإجماع الرشيد يأتي عن وعي، والوعي يأتي عن انفتاح وعن شفافية، وبالتالي نستطيع أن نبني شيئا للمستقبل. على كل حال أريد أن أختم بالقول، اليوم نحن على مفترق طرق دولي لأن العالم يتغير كل لحظة. يعني اليوم تصبح تفتح الصبح الأخبار وبتقول يا ساتر يا الله تنشوف شو صار في الدنيا، وهناك قرون طويلة وهناك قرون قصيرة، هناك عقود طويلة وهناك عقود قصيرة، وهناك أيضا سنوات طويلة وهناك سنوات قصيرة، وهناك أيام طويلة وأيام قصيرة. نحن الآن نمر بالزمن القصير، الزمن الكثيف، التاريخ المركز نراه أمام أعيننا يتشكل كل لحظة. ولذلك لما أقول انفروا نحو الوعي وخاصة الوعي الاستراتيجي، أنا أقصد ما أقول من دون وعي استراتيجي في هذه اللحظة سنندم، لأنه في لحظة ما ستفتح لنا فرص لن نستطيع أن نستخدمها أو نوظفها. ليش؟ لأنه إحنا غايبين طوشة. فبالتالي ما نكتفي يا شباب أنه نجلس على السوشيال ميديا، وما نكتفي فقط أن نجلس في مجموعاتنا الصغيرة وانتماءاتنا الحزبية المحددة ولقاءاتنا المحصورة على أشخاص معينين أو على عقلية الانتقاد المرير فقط أو الرفض التام فقط، إنما الآن ينبغي أن نشتبك مع الواقع، أن نفكر مع الناس، أن ننفتح على المستقبل ونبدأ. هو مين قال إنه اللي بيصنعوا التاريخ فقط عظماء ملهمين بيجوا فقط من عالم إحنا مش عارفين؟ أبدا، هو إحنا اللي نصنع التاريخ. إحنا كل واحد فينا ينبغي أن يكون مشروع لصناعة التاريخ، على الأقل في الحيز الذي يستطيع ننفتح عقليا ونتنازل. وبعدين يا أخي بدك تضحي بوقتك، بدك تشتغل يعني على المؤاخذة، ولا كيف إحنا بدنا نقعد اللوم وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فاته أمر عاتب القدر؟ كثير منا بنعاتب القدر فقط ونكتفي بذلك ونعتبر أنه أنجزنا، بننتقد وبنكتب بوست على التويتر ولا الفيسبوك وبنعتقد أنه أنجزنا، بنسب على فلان وعلى علان من القيادات اللي فشلت في أشياء كثيرة جدا أو الساس الذين عكوا الدنيا وبنعتقد أنه أنجزنا، لكن في الحقيقة هذا ليس اشتباك مع الواقع ولا إجماع رشيد ولا وعي كالوعي الذي أسسه النبي بين أصحابه حتى يستطيع أن يقف رجل مثل هذا الصحابي الجليل في معركة بدر الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصف. الناس واقفين بصفه، أجوا ردوا على الصف، قالوا رجع لورا، النبي بيدوا عصا صغير زي العصا اللي بيستخدموها القادة، رجعوا لورا فقال يا رسول الله لقد آلمتني وقد بعثك الله بالحق فخليني أقتص منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه ليقتص ذلك الجندي من القائد العام، فأكب يقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما حملك على هذا؟ قال والله يا رسول الله قد حضر ما ترى من المعركة وخفت أموت، فقلت آخر إشي يكون أن يمس جلدي جلدك. أنا دائما بروي هذه الرواية وأريد أن أختم بها والقول انظروا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من جندي، بالمناسبة لم يذكر له تاريخ كثير بعد ذلك، يعني هذا الرجل ما كانش من كبار الصحابة، كيف أن القائد العام للقوات المسلحة والمعركة قد حضرت اقتاد أو سمح لجندي صغير من الجيش أن يقتص منه بناء على مقولة أن هناك حق وعدل وإنصاف، مع العلم أنه عادة في العسكرية كل القواعد هذه بتتجمد،
وإذا حضرت المعركة أصلاً ما حدا بيسأل فيها. لقد رب الرسول صلى الله عليه وسلم أحرار، رب رجال لديهم الحرية، رب إنسان تحرر من الداخل وكانت له القدرة. طبعاً كل لعمة هو الزلمي كان قصده بس أنه يسلم على النبي وأنه يقبل بطن النبي. بقول لك جيد جداً، كيف قبل النبي بذلك قبل أن يعرف قصده؟ كيف قبل الصحابة الذين يقفون حول النبي ما يقولوا له يا بني آدم اسكت، عيب عليك، أنت بتتكلم مع رسول الله القائد العام للقوات المسلحة، شو يعني رجعك لورا للصف؟ ما أنت كنت غلطان أصلا. سكتوا لأنهم يعرفوا أن الحرية هي الأساس الذي بنى عليه النبي وأصحابه. وهؤلاء الأحرار هم اللي وقفوا لما وقف خالد بن الوليد في حرب الأيام الستة في اليرموك، نظر إلى الروم وقال الروم يا شباب، عارف شو الروم هذول؟ 600 سنة كسلهم قاعدين بتحاربوا مع الفرس. وقف ونظر إلى الجيش وقال هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب. شو بيخلي واحد زي خالد بن الوليد اللي عدم مؤاخذة هو قائد ميداني لمجموعات صغيرة في جزيرة العرب يوقف أمام أعظم جيش إمبراطوري ويقول إنهم قوم لا علم لهم بالحرب؟ شو بيخلي الصحابي الذي دخل على كسرى وقال له هذاك، قال له والله يا أخي أنتوا جايين عدم المؤاخذة، سمعنا إنكم جايين وبدكم تحتلوا أرضنا، فخليني أعطيكم فرصة. هرمز كان قائد العسكري القوات الفارسية، قال له بدي ولا مؤاخذة أعطيك. يروى المغيرة بن شعبة ذهب راح له قال ودوا لي واحد يتفاهم معه قد القادسية، راح له المغيرة بن شعبة جلس المغيرة بقول، فقال لي شوف يا أخي إحنا شايفينكم فقراء وجوعانين وتعيسين حتى ما لبسكم ولا مؤاخذة إشي بخزي، فأنا بدي أعطي كل واحد فيكم 10 دنانير وبنطعمكم ونسقيكم وبتسحب حالكم وترفع بلادكم الله يرضى عليكم، وكل سنة تعالوا في هذا الوقت بنعطيكم 10 دنانير وبنطعمكم وحلوا عنا. فرد عليه المغيرة قال له والله يا أخي احنا شاكر لأفضالك يعني، بس والله أنا بدي أقول لك ليش احنا جايين. صحيح انت زي ما وصفنا بالضبط، احنا والله جماعة همج وإشي يعني مالنا فقراء وضعنا جوعانين وحالتنا حالي، لكننا نحب الدماء ونعشق أكل شرب الدماء، وسمعنا أنه دماءكم طيبة جدا ونحن جايين إن شاء الله. طبعا هذا كلام المغيرة. المغيرة كان من دهات العرب، أكبر داهية من دهات العرب، ربما هو وعمر بن العاص كان ومعاوية بن أبي سفيان كان يتنافسون على مين كان أدهى. فالمغيرة أنت جاي بتبهدلني، طيب أنا خلينا أوريك شايف كيف. بكل المغيرة فكمي طبعا الفرس عاملين هيك مجلس حاطين المغيرة تحت وقاعدينه هيك على الأرض، وهرمز قاعد على عرش ويحف به الجند والدنيا يعني عاملين أبها لكي يدخلوا الرعب في قلب المغيرة. فبقول فجمعت ثيابي المغيرة نظرت إلى في غفلة منهم وقفزت، فإذا أنا أجلس إلى جانبه على الكرسي، فقاموا الجند وصاروا جروا فيه وكذا، قالوا لي شرب، قال لهم اسمعوا كلكم أنا والله جيت أجلس شوي مشان أتعود لأنه قريبا إن شاء الله إحنا جايين بإذن الله نخدم هذا المكان، بس حبيت أجربه شوي. هكذا صنع النبي من أصحابه أحرار قادرين على أن يقفوا. مين أنت يا المغيرة بن شعبة ولا مؤاخذة اللي جاي من ثقيف، اللي جاي من مدينة معزول اسمها الطائف، يتوقف مع قائد القوات الفارسية اللي ورث جيشا قاتل قرون من الزمن وإمبراطورية كانت تعتبر أهم إمبراطورية في الكرة الأرضية، ومين أنت يا خالد بن الوليد توقف قدام جيش الروم العظيم اللي حارب قرون من الزمن واخترع أهم الاختراعات العسكرية وتقول له والله أنتم قوم لا علم لكم بالحرب؟ هذا إنجاز فعله محمد صلى الله عليه وسلم، فحرر الإنسان. بدنا نتحرر إحنا يا شباب، بدنا نتحرر من عقلية أن نستصغر أنفسنا وفعلنا، ونتحرر من عقلية أن نحكم بما يقوله الآخرون لنا، أو أن نتحرك وفقا لما تبثه الشاشات أمامنا أو لما نقرأه في الكتب والدراسات التي تأتينا من مراكز الدراسات والأبحاث ويطفى عليها صبغة القداسة. نحن أمة لدينا شيء ينبغي لنا أن نبحبش فيه ونبني عليه، وهذا البناء بده يكون بناء حقيقة أصيل. ولما نعمل نظرية بالفكر الاستراتيجي بدها توقف قدام نظريات العالم كله ونقول في 5-6 نظريات، الآن بقول لك في 3 نظريات في العالم. النظرية الأولى النظرية الليبرالية، والنظرية الثانية النظرية الاشتراكية، والنظرية الثالثة الأوراسية اللي جاء بها ألكسندر دوغن الروسي. طب إحنا ما بنفع يعني ولا مؤاخذة بكل 1400 سنة هاي اللي اشتغلناها نطلع منها نظرية نسميها النظرية العالمية، النظرية الرابعة، النظرية whatever you call it، لكن في النهاية
عيب إنه إحنا نصبح فقط ميدان لصراع الليبرالية والاشتراكية والأوراسية والصينية وغيرها، وكأنه إحنا نيوترال ما عندنا أي إشي نعمله ولا نسويه ونقعد ننتظر. ما بنقدر نعمل إشي على الأرض، نقدر نعمل الوعي، كل واحد فينا يصلح. وإذا أصلحنا بإذن الله تعالى أنفسنا وعقولنا واعتمدنا على مناهج جديدة تخرج عن المعتاد المألوف المتبع الذي أسرنا لقرن من الزمان، أنا برأيي إن شاء الله سنفعل أشياء كثيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذلك الخير كله لنا جميعا. فهل يعني ممكن أخذ سؤال؟ طبعا أنا هنا سؤال، كيف يمكن أن تتبلور هذه المبادئ الاستراتيجية على الأرض لا سيما في زمن موت الأيديولوجيات؟ الحقيقة الذي أذكره أنا ليس أيديولوجي أبدا، يعني النظرية الاستراتيجية بالمناسبة لا تبنى على الأيديولوجي، إنما تبنى على الوعي الجمعي، وهذا فرق كبير. الوعي الجمعي وعي جامع للناس جميعا في الأمة التي أنت تبني لها يعني تبني لها استراتيجية. أما الأيديولوجيا فهي منظومة فكرية يؤمن بها مجموعة من الناس ويعتقد فيها الصواب. أنا شخصيا ضد الأيديولوجيا، يعني أنا أعتقد أن الأيديولوجيا ليست جزءا من مشروعنا الاستراتيجي الإسلامي، أنا هذا رأيي، ورأيي أن الأيديولوجيا تمنعك من أن تبدع وتحصرك في قيود من الانتماء لأفكار وأشخاص وتجمد وتحنط حركة التاريخ. فأنا لست أيديولوجيا، يعني لا أؤمن بالأيديولوجيا، أؤمن بأن مشروع الإسلام هو مشروع متفاعل وحي ديناميكي ومنفتح وينمو مع الزمن، هو كائن متحرك وليس كائنا ثابت في الصمت. الأيديولوجيا دائما تثبت وتجمد وتركز وتصلب ولا تسمح بالحراك السريع، وتغييرها بطيء جدا لأنه تصبح خادمة لمجموعة من القوى التي تريد أن تستخدمها للسيطرة على الوقت. أنا هذا مشروع هيمنة وأنا لست مع ذلك. هل الإسلام اليوم قادر على صنع نموذج عالمي بديل للرأس؟ طبعا الإسلام قادر على صنع نموذج عالمي بديل للرأسمالية والاشتراكية. ليش الرأسمالية والاشتراكية؟ منين أجت؟ أجت من مجموعة من الأفكار، جاء بها مجموعة من المفكرين. إحنا لدينا مجموعة من الأفكار والقيم سابقة على الرأسمالية وسابقة على الاشتراكية، لكن لم تبلور على شكل نظريات استراتيجية، لم تبلور على شكل مبادرات تصلح للفعل السياسي على الأرض. للأسف الشديد إحنا رضينا بأن نصبح تبع أيديولوجيا سياسيا استراتيجيا لنظريات، وهي النظريات مش إعجاز صراحة. يعني كل الآن أنت بدك تقرأ عن الليبرالية، روح تفضل اقرأ ما كتبته الإيكونومست قبل فترة من الزمن. الإيكونومست تعتبر نفسها هي المدافع الأول عن الرأسمالية العالمية، تأسست أصلا في منتصف القرن 19 لهذا تحديدا لهذا الغرض، لكنها قبل فترة من الزمن كتبت مقال أو بحث تقول فيه أن نحن تأسسنا للدفاع عن الرأسمالية يا جماعة، وصلنا 140 سنة قاعدين ندافع عن الرأسمالية، لكننا ينبغي أن نصارحكم بأن الرأسمالية قد أوصلت العالم إلى لحظة فيها كثير من التناقض، إلى لحظة من تفوق الغني على الفقير وسحق المجموعات الإنسانية وتجاهل حياة الإنسان الكريمة من أجل أن يصبح جزءا من مكينة أو ماشين. وهذا الحقيقة يعني شيء مهم. الغرب أحيانا بالمناسبة أحسن منا في النقد الذاتي، وأنا أعتقد أنه هذا ينبغي أن نستفيد منه. فهم في نهايات، إحنا الآن نصل إلى نهايات مشاريع، هناك بداية نهايات ليبرالية، بداية نهايات اشتراكية، مش بدايات نهايات اشتراكية. وفي عندنا ما في نموذج جديد فكري اجتماعي سياسي ينطلق من للمستقبل، وأنا برأيي إحنا قادرين على ذلك، لكن بدها جهد منا كمفكرين مثقفين، ناس نجلس مع بعض ونفكر ونخطط. هل يمكن أن تبدأ الفكرة النخب منتشرة على طول العالم؟ نعم، النخب بعيدا عن الحكام والملوك وقوى المال والسلطة والدولة هي التي تقود هذه المشاريع. ما بتيجي لدولة بتقول عملينا مشروع نظرية استراتيجية للأمة، ولا بتيجي لرجال أعمال بتقول لهم هذا الكلام، لأنه هؤلاء منغرسين في اللحظة ومنغرسين في المنفعة الآنية، لكن تأتي للنخب المترفعة عن المصلحة الذاتية. وهذا النخب المترفعة عن المصلحة الذاتية يمكن أن تبدأ بتشكل ما يؤدي بعد ذلك إلى نموذج
يعمم على الناس ويحصل عليه إجماع إن وافق لحظة مناسبة، لأنه دائما الأفكار والمناسبة. أنا بذكر دائما عبارة لابن عطاء الله السكندري جميلة من الحكم العطائية، بقول فيها: من أراد أن يصنع من الوقت، قال ما ترك من الحمق شيئا، من أراد أن يصنع في الوقت ما ليس فيه. بدك تيجي تعمل شغلة مش وقتها. أنا اللي بقول نجهز الأفكار عندما يحين أوانها، الناس بتتلقفها، ما تيأس. أنت ابني أفكارك على الحق، وابنيها على النموذج الأمثل، مش ابنيها من أجل إرضاء هذه القوة وتلك الأيديولوجيا وهذا الحزب وتلك الدولة. أبداً، هذا غلط. ابنيها أنت كإنسان عندك استقامة من أجل هذه الأمة ولمصلحتها ومستقبلها ومصلحة أبنائك ومصلحة الأجيال القادمة. وبتيجي اللحظة المناسبة اللي بيجي حد ما بقول: يا إخوان، جاءت فرصة، تعالوا تنفكر في فكرة جاهزة بنأخذها ونتعامل معها. هو ماركس عندما كتب كتاب رأس المال وأسس للفكرة الاشتراكية، ما أصلاً مات حزين وكان يعني فقير معدم تقريباً، وحضر جنازته 6 أشخاص، في دفن في قبر هيك معزول في بريطانيا، وكان حياته كلها فقر، عايش غرفة وينفق عليه انجلز، يدفع له شوية فلوس هيك مشان يعيش عليها. لما أجا بده يطبع كتاب رأس المال ما لقيش حدا يطبع له إياه، كل المطاعم قالوا لي: أنت مجنون، مين بده يكره الهبل اللي بتتكلم فيه؟ بعدين جاءت لحظة ما في عام 1917، صار في ثورة في روسيا، أخذوا الفكرة الاشتراكية حولوها لدولة. أنا طبعا ما بقول أنه هذا مثال عظيم، لكن بقول لك هذا اللي صار. يعني الفكرة أحيانا عندما توافق حاجة تصبح مطلوبة ويتلقفها الناس ويطبقونها. لكن إذا أنت ما عندك فكرة، بيجي واحد عنده فكرة ثانية بيطبقها. إحنا اليوم بدنا نجهز أفكارنا، لأن الوقت بتغير والزمان بتحول والفرص بتنفتح، وإذا إحنا مش جاهزين هاي الفرص كلها بتروح علينا. كيف يرى الوضاح خنفر العالم بعد 10 سنوات من الآن؟ أراه موغلا في الصدام والصراع، لأنه أنا شايف أنه يا إخوان كل النماذج اللي بتتصارع صفرية. يعني لما يجي واحد يقول لي: والله شوف، تقولكم إذا روسيا ليست هي سيدة مطاعة في هذا العام فلا بقاء للإنسانية، أنا مستعد أستخدم السلاح النووي. ويجي واحد يقول لك: أنا رسلت لكل دبابة روسية 10 صواريخ، كلام بايدن قبل كم يوم. ويجي واحد زي الصين بقول لك: أنا والله يا أخي أهم شيء عندي أن أبني اقتصادي وأكون مملكتي الخاصة بي، واللي بده يعارضني بدي أقوم ضده إلى قريب. نحن نبني نماذج صراع. هذه الحضارة المادية الغربية تحديداً أوصلتنا للحظة عجيبة جدا. في أشياء إنجازات لا يمكن أنه أنا أتجاهلها، أنجزت شغلات كثير مهمة. لكن لما أجي أقول أنه أهم إنجاز تقني عملته البشرية حتى هذه اللحظة أنها صنعت قنابل قادرة على تدمير الكرة الأرضية مرات عديدة، عدم المؤاخذة بتوقف عند ذلك. يعني لو أجي واحد من المريخ وقال: يا إخوان، يا سلام، أحسنكم، عندكم كهرباء وتلفزيونات وآيفونات وما شاء الله عنكم، بتقول لا، وأتمنى نقول لك في عندنا كمان قنابل نووية بإذن الله، لو نضربها البشرية كلها بتفنى. شو حيكون؟ كل هذا مجاني. يعني كيف وصلنا إلى هذه اللحظة؟ هو الصراع الصفري، فكرة أن الإنسان ينبغي أن يبيد الآخر وأن ينتصر انتصارا تاما حتى ولو أدى في لحظة ما إلى موته هو. هذا الصراع الصفري هو المنعدم عندنا في الإسلام، لأنه إحنا أمة جئنا للمرحمة ولم نأتي للعذاب. ولذلك بصراحة أنا لا أرى الدنيا مقبل اليوم على سلام، أنا مقبل أعتقد أن نحن الآن أمام صراع. حالة الصراع هذه والارتباك الكبرى اللي بعيش العالم ستستمر شوية، يعني عدة سنوات، بدريش 10، لأنه أنا بخاف أقول 10 سنين. لكني أعتقد أنه نحن أمام تغير جوهري في النموذج الدولي، تغير جوهري في النموذج الذي ساد بعد الحرب الباردة، بعد انتصار أوروبا وأمريكا الليبرالي الحاسم عام 1991. وأعتقد أنه هذا فشلا ذريعا، الآن يتخلخل والآن ينهار تدريجيا، وهناك قوى تأتي من جديدة مثل الصين وروسيا تحاول أن تجد لنفسها مكانا، وربما ألمانيا قريبا. وأمام كل هذا أقول أن اللحظة ستكون لحظة صراع، لأن الفاعلين يؤمنوا بنظرية الصراع. ما فيش حد جاي بيقول: لا تعالوا صلوا على النبي نقعد نشوف كيف نحل مشكلة الإنسانية. أبدا، كل واحد قاعد بيطول لسانه على الآخر ومش هيك وبس، وبمد إيده وبرفع السلاح النووي وبيقول: والله ترى بذبحك. هذا مش كلام عقلاء، هذا مش كلام رشيد يؤدي بالإنسانية إلى الاستقرار. لذلك
إذا تمخض هذا الذي نراه عن صراع، وهذا الصراع استمر فترة طويلة، هذا أدعى من أن احنا نبلور مجموعة من القيم والأفكار، نطرحها على العالم، نطرحها على أنفسنا وشعوبنا حتى نستطيع أن نتقدم نحو الأمام، لأنه برأيي بعد ذلك سيبدأ الناس بالتفكير بشيء جديد. دائما الناس بتفكر بالشيء الجديد بعدما ترى مرارات وتذوق عذابات الواقع، واعتقد نحن مقبلون على مرحلة من المرارات والعذابات التي يصنعها الصراع الصفري العالمي الحالي. بعده يمكن لنا أن نقدم نماذج بإذن الله تكون أرحم بالإنسان، وأيضا قادر على تحريره من كل هذا الذي قد مر به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا خير لنا جميعا، وأشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نستأنف حديثنا معكم في الاستراتيجية عبر برنامج موازين الذي بثثنا منه حلقتين، الحلقة الثالثة إن شاء الله قريبا في اليوم في الأيام القادمة، ومجموعة حلقات أخرى محاولة لتأسيس منهج تفكير استراتيجي منتم لواقعنا العربي والإسلامي، وكذلك منفتح على النظريات الاستراتيجية العالمية. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.